اي حاجه حضرتك في ايه عندك؟ لا انا كل حاجه موجوده حضرتك. لو انت عايز منين ممكن، لو عايز فراخ بط حمام، دي واحد كباب وواحد فراخ بانيه. صح، فين الفراخ؟ الفراخ هنا. هنا حضرتك فاضل الف هنا يا رب يا فندم الاكل يكون عجب حضرتك. لا لا لذيذ ممتاز. جميل جميل. لا جميل بصراحة. طب احنا علشان لاست اوردر حضرتك، جميل، فبس بنطلب من معاليكو انكم تقولوا لنا تشربوا ايه ساعة سخن. تشربي ايه؟ اي حاجة برتقال، اي حاجة فريش يعني، عصير فريش. بس ده لاست اوردر حضرتك، اجيب لك اي حاجة فريش. اوكي ماشي. طب بليز حضرتك عشان الحساب. كام الحساب؟ من غير العصاير 75. ميرسي زو حضرتك. ميرسي يا هاني. اتفضل. فرصة سعيدة جدا. دي كادو من محل حضراتكم. أهلا وسهلا. ميرسي. اتفضل. ميرسي. شيل كل بقى الحاجات الموجودة. شيل. هاف نايس تايم. باي. باي. ايه ده؟ في باب تاني. طيب هنا بقى ولا ايه؟ شوف كده يمكن يكون في باب تاني. يا مير يا جماعه اللي موجودين هنا. امر شوف حاجه نبدا. انا اعمل ايه؟ هو ادي. طيب انا معاك اهو. يا باشمهندس مفيش اي حيوان حتى اكلمه. يا ساده عمرو انا مش هينفع كده بجد، انا اتاخرت. ايه دي يا ماما؟ انت الحيوانات اللي هنا. ما انا بندى مفيش اي بهيم راضي يرد عليا اصلا. ايه دي يا رنا؟ ايه دي يا رنا؟ ايوه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا قاعد في لوكاندا هنا ولا انت نايم؟ ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ ايه انت يا استاذ؟ انت كلمني. انت نايم هنا ازاي اصلا؟ دلوقتي مش مستر تيمون مونخاري قال لك هاف نايس تايم. مين مستر؟ اه في واحد قال هاف نايس تايم. اه اللي عدى دوت. انا دلوقتي جيت قعدت عندكم وعايز امشي الاقي الباب مقفول عليا. احنا دلوقتي عايزين نخرج، افتح لي الباب. انا مش فاهم منكم حاجه بصراحه. يا انت هتفتني وراك المحل. ما انا مش فاهم. افتح لي الباب، عايز اخرج. الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي انا هنكتبه. حضرتك ما تقدرش تكسر حاجه. هنكتبه وعلى دماغك. الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي. انا على دماغي. اتفضل اعمل انت عايزه، انا تحت امر حضرتك. يا عم ما تعمليش كده، افتح لي الباب. انا مش هقدر حضرتك. افتح لي الباب. بص بقى انت عملت ايه؟ ازعجت زمايلي نايمين. طب انت حط الباب زمايلي دول. اهو ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا. اهو احنا فين هنا؟ اهو مستشفى مجانين دي ولا ايه؟ يا عم ازعجت مين؟ انتوا ايه اصلا؟ انتوا بتعملوا لي ايه؟ كنا نايمين. ما اتكلم انت ولا في ضهري يا بخور. دي انا لسه لازم اتكلم معاك. انا امين يا عم تذكرني. يا عم استنى ما بتكلمش معاك. يا بيه قلت لك جمله ما فهمتهاش. ايه هي؟ لا انت ولا الاخت رانيا. يا عم مالكش دعوه برانيا، ما اسمهاش رانيا. يا اخت رانيا حضرتك مش انت ما تقدرش اسمي على لسانك. اللي انت مالك في ايه؟ ما انا بكلم حضرتك. انت مجنون؟ مجنون. تفتح لي الباب دلوقتي. ما تكلموش رانيا. عمرو ايه؟ ارجوك ارجوك. انت مش عامل حاجه، عمال تتكلم كده وخلاص. طب انا اعمل ايه يعني؟ افتح لي الباب. عايز افتح لي الباب. سيبونا على حق. انا هكسر لك الباب ده لو ما اتفتحش. يا باشا كسره، احنا تحت امرك. دي لازم تروح بمعاك، وانت ما تعرفش ابوها يبقى مين. دي ابوها مين؟ ابويا مين؟ ما انتبهش. افتح الباب بقى وانا اوريك ابويا يبقى مين. المحل ده هيتقفل، المطعم ده هيتقفل على اصحابه. المفتاح مع مين؟ ثانيه واحده كلمني. المفتاح مع مين؟ لسه راجل. ابوك مين؟ سيب العيال. ما تقولش اسمي. المفتاح مع مين؟ مع مستر ريمون. فين مستر يوسف؟ روح. نمرته كام مستر يوسف؟ هات الموبايل انا اطلبه. خد الموبايل اطلبه. حضرتك بيتفتح المكان هنا الساعة 9، ده اللي انا عايزه. ايه؟ 9؟ 9 صباحا.
استني ما احنا هنجيبه من بيته اهو يفتح. اهدي يا ماما. مستر رومان استغفر الله العظيم. لي نو دي سيانس دي شانس دي يو. فضل الهبل بقى والعبط. ايه اللي بيقوله ده؟ يلا ما هي نعصاب. ايوه الموضوع بص بص الموضوع انتهى. ايوه ازاي خلاص الموضوع انتهى ازاي؟ عرفني بقى ازاي انتهى. الخروج الساعه 7 مش 9 حضراتكم. ما فيش مشكله. الساعه 7 ايه ودي بات في الشارع؟ بص بقى انت واعي اللي انت بتقوله؟ انا هقفل لكم ام الزفت ده. هو انت عشان ده هو محل محترم ما يقفلش الباب على الزباين. وبعدين يعني انت مش ناوي تفتح الباب دوت؟ انا عايز اعرفه. بص بقى باباك مين؟ الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي خلي لك سودا زي وشك كده. انا عودتي باباك مين؟ خلي لك سودا زي وشك. أما بقى زير العابدين وأبو بكر كان حكايتهم حكاية. نبص بس. باب مقفول. أنت اللي برا. باب. أنت اللي إيه؟ مفيش حد موجود هنا؟ يا كامل ده ولا مطعم؟ دلوقتي أوامرك إيه يا باشا؟ عايزين نروح. معلش انت هتنام وهتنامنا جنب منك. عايزين نروح. ما احنا هنروح كلنا يا باشا. يعني هنبات احنا؟ انتوا بايتين في المحل. انا هنبات احنا؟ انا هقول لحد لوكاندا ده ولا مطعم؟ انا جاي اتعشى وامشي. عايزين نخرج. عايزين نروح. ما تخليش الراجل ده زعقني. مالكش دعوه بالراجل ده. تعالى في عيال المخروبه دي. بيزعق لحضرتك. معايا زعق من حاجه زعق. لا انا كنت دفعت فلوس عاوز اروح. لو انت بايتين في المحل عاوزين نروح احنا. انت عارف ان ده بايد حضرتك وانا مانع. انت مش شغال هنا؟ لا انا شغال هنا بس انا مش بمانع. عارف كل حاجه. افتح لنا الباب بدل ما اكسره على دماغك. هقول لحضرتك اكسره على دماغك. مين اللي معاه المفتاح؟ ريمون. وفين هو ريمون؟ في البيت حضرتك. طب هجيبه منين ريمون؟ افتح لنا الباب. انت هتكسره. هتفتح الباب ولا ابلغ البوليس دلوقتي؟ خلص بالتليفون. خلينا نمشي من هنا يا عم الحاج. ايوه مش ريمون اللي غندي اللي يهدي ذا فستان. هاي قول له ربون واقول له بتاعه واقول له مش عارف ايه. بص يا عم الله يخرب بيتك. خلص. هقول لك على كلمة. بقول لك خلص. هقول لك على بقول لك خلص. هات التليفون. هقول لك هات التليفون. هات التليفون. هكمل معاك. انت راجل كبير. هات التليفون. كمل مع ربون عشان نخلص. حضرتك الكارت خدت مفتوح. حاضر يا بيه. اصل القرعة تتباهى بشعر بنت اختي. بلا قرعة بلا خلع. ايه اللي جاب القرعة هنا في المطعم ده؟ هات التليفون لو سمحت. بيقول لحضرتك ممكن يجي. اقفل التليفون. ممكن يجي يفتح لكم. من هيجي يفتح لكم؟ ده انت ده. الساعة 7 هتفتح الباب ولا مش هتفتح الباب؟ هنا في تكييف حضرتك جوه. ما ينفعش. مش عايزينه. طب في بالي ممكن ما يلزمناش. عايزين نروح. بالي ده تكييفنا وكل حاجة في بيتنا. قوم افتح الباب لو سمحت. عايزين الباب يتفتح ولا نكسره؟ طب ثانية واحدة ولا نكسره ولا حاجة بقى. أنا هتكلم مش وميلي بابس. حسن حسين مفيش تعليق. نبص وبس. يا رب بقى الاكل. لا لا لا, لا لا تمام الحمد لله. الحمد لله. لا انا بزباين عندكم ان شاء الله. لا وفي كمان دلوقتي عشان لاست اوردر اجيب لحضرتك عصير على حساب محل حضرتك. يا سيدي كتر في خيرك. بشكرك. 16 جنيه بس يا فندم. ماشي الله يخليك. طب حضرتك ليك باقي مش كده؟ لا ده عشان ليك باقي. باقي عشان. طب اشكرك يا فندم. متشكر جدا جدا. هاف ا نايس تايم. باي باي باي. ايه ده؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ انا لوحدي هنا؟ هنا انت عملت؟ انت عملت؟ الله 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 الله. احنا اتحبسنا هنا ولا ايه؟ في ايه هنا؟ انت عملت؟ انتوا العالم اللي هنا. انتوا يا باشا. استغفر الله العظيم وكل ذنب. مفيش بني ادمين هنا؟ حد رد علينا. ايوه انت يا بني ادم. ايوه انت اللي بتقول. ايوه رد عليا. مين انا؟ هنا اسمه ده. انا محبوس. ايوه انا جاي اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟
انت لابس كده ليه؟ يرضيك حضرتك الناس القرابه دي. هو انا زعلان من ايه؟ ما لقيناه بينام مش هحط تنام على دماغه. افتحوا لي الباب. طيب ده حضرتك دلوقتي بس عشان نتفاهم، مش رومون هو اللي قفل حضرتك بره، انا ما قفلتش حضرتك. ولا مستر رومون ولا حطران ولا زفت. اتصل على شفو لحسن ناخد باب. هل من ممكن حضرتك تبيت معانا والصبح؟ ايه يا اخويا تطلع ايه يا اخويا من هنا؟ انتوا فاتحين الخندق بقى على كده بقى؟ لا حضرتك، يبقى كل يوم بقى زبون بتعملوا فيه كده؟ هو لا يا فندم. ايه انام معاك يا فندم؟ لما اقول اسيب بيت وعيال عشان انام معاكم؟ دي عشان دي واحد ينام معاه. انت ممكن لوحدك دلوقتي بجامه صغننه كده؟ بجامه اتصرف، اكسر الباب ده اكسره لك. عبد الله ما عتب لكم المطعم ده وعامل لكم صبح واصحى بره هنا اهو. الو ايوه مش رومون. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. انا مرتاح كده عشان خاطر، انا مرتاح كده. مش رومون لي فرونسي جيسون فرانسي. لا اتكلم عربي يا حبيبي عشان افهم بتقول له ايه. عشان حضرتك هو ما بيعرفش غير فرنساوي. حضرتك قول له بالفرنساوي اللي بتكلمه ده بالعربي اللي انا بقوله لك، هولع في المطعم، هكسر الدنيا كلها. مش رومون بيروح يسابي كرسين ادي فوتي للمطعم تشوفه في صباهم اجاز. زعلان الراجل، زعلان، زعل لما سمع كده. انا قلت له نفس الكلام اللي حضرتك قلته، بقى واخد على خاطر. والحل ايه بقى يا مؤاخذه؟ طب استناني بقى، مش عايزك تزعق عشان هو ما اداش عشان خاطر. طب اديني بقى الموبايل يا مؤاخذه وانا اتصل بعيالي يجوا دغدغوا الدنيا. انا هو بقى دلوقتي اخليها كلها تراب. بص يا متر، بنجيب من الاخر 5 ثواني ويتنفس خروجي دلوقتي حالا من مطعم الزفت ده. حاضر. مفيش هولع لك فيه. حاضر ماشي. حاضر. انا واقف اهو وهمسك الخمس ثواني بالساعه وبالثانيه. انا حاجة. ايوه انا بتجهز. ولا كابتن امور يا حاج. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بصراحه كنت عايز استاذنك. امور يا حاج. الف سلام. الف سلام. الف سلام يا حاج. عدم زهام زي حلاوه التحنيه. لا الف سلام يا حاج. كنت عايز استاذنك في حاجه. امور يا حاج. نزلنا السوق انا والبت دي، نزلنا جبنا حبه حاجات. امور يا حاج. انا فوجئت بقى ان الحساب هي ملخبطاني فيه. هل ممكن تساعدني حضرتك يعني اراجع الحساب معاك؟ انا خدامك يا حاج. الله يخليك. الله. هي شهامه ولاد البلد. الله يخليك يا حاج. هي شهامه ولاد. الله يخليك. ثانيه واحده بقى. الكيس الازرق ده ب 500 جنيه. ايوه يا حاج. احسب لي بقى ايه. لا ايوه الازرق الثاني. احنا الاولاني قلنا كام؟ 500 يا حاج. قلنا ايه؟ 500. قلنا 500. وده حضرتك 900، يبقى كام؟ 1400. 1400. حضرتك مجموعة تانية. الراجل في منتهى الأدب ومنتهى الذوق. الله يخليك يا حاج. إيه الأدب ده؟ الله يخليك. إيه الأخلاق دي؟ الله يخليك يا حاج. اسم حضرتك إيه؟ ضاحي. وأنا اسمي، وأنا مؤاخذة بس هريح على العربية ثانية كده عشان ظهري. اتفضل يا حاج. وأنا اسمي وديدة. أهلا وسهلا. كانوا بيدلعوني وانا صغيره يقولوا لي يا دوده. دوده. ايوه. اهلا وسهلا. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعت انا يا باشا. واقف تبيع في الشارع؟ انا ما ببيعش يا باشا، دي بتاع الحاجه دي. حاجه مين؟ الحاجه بتاعتك انت يا حاجه. حاجه ايه؟ الملابس دي بتاعتك انت. مش سامعاك عشان ودني دي. الحاجه دي بتاعتك انت. ودني دي فيها تحلب حضرتك. ايه؟ فيها تحلب حضرتك. من ايام ما كنت بلعب سباحه الطحلب ده مسك في ودني فركب على الركاب والمطرقه وقفلها فما بسمعش كويس. طحلب؟ ايوه اسمه طحلب حضرتك. بس فانت بتقول ايه حضرتك؟ مش عارف. بقول حاجه، دي مش بتاعتي انا، بتاعتك انت. بتاعتي انا؟ ايوه بتاعتك انت. ضحكتك انت، الحاجه دي بتاعتك انت. في ايه يا ضحك؟ ده انت نهارك ازرق. ده انت ماسك التيشيرت تقول بص شوف تيشيرت طاح اهو. بص شوف تيشيرت طاح اهو. أنا قلت كده؟ أيوه وعملت الحركة اللي بتعملها يا ست. حرام عليك، الحاجة دي بتاعتك أنت. أنت اسمك إيه يا ابني؟ ضاحي يا فندم. شفت حضرتك؟ ما أنا لسه هسيب لي الحزب يا باشا. طب أنا أعرف منين أنا اسمك؟ ما أنت قلت تعرفني على اسمك، عرفتك على اسمي. أنا أتعرف على اسمك. قلت اسمك دودة. دودة دي ولا اسمك إيه؟ اسمي إيه؟ ما أعرفش اسمك. قلت لي اسمك دودة ولا دودة دي؟ دودة؟ ما أعرفش. قلت لي
بقول لك ايه؟ في واحدة اسمها دودة. ما انت ما اعرفش انا اسمك ايه هانا، الاسامي اللي انتوا مطلعينها دي ما اعرفهاش. يا باشا انا ماليش حاجة في العربية. الحاجة اللي بتاعتك انت. بتاعت مين؟ بتاعتك انت الحاجة دي. يا سلام، النهار كنت واقف اقول بص شوف تيشيرت ده اهو. انت وليه شرانيه يا ست؟ ده انت وليه كبيره وشايبه. شايبه؟ اه شايبه يعني. والله انا الصبيه يعني انصب بفلوسي. انا جارك العربيه وانت تحسب لي حزبه جيزات معاك يعني اجيب بدايه يا ست. نهار خليه يعدي بدل ما اخلي نهار طين على راسك. طب ثانيه يا ست ما افهمش. ثانيه ولا ربع ثانيه. الحاجه اللي بتاعتك انت. هسالك سؤال. ما تسالنيش. الرف ده كله المرشوش هناك ده ما اعرفش عنه حاجه. انا ده انا جاي ما اعرفش حاجه عنه. يعني انا جايبه هخش فيك السجن. تخش في مين؟ فيك انت. افهمك بالمحسوس. محسوس؟ انت راجل واقف تاجر في السوق. تاجر يا ست؟ انا اول مره اشوف شكلك المجندل ده. يعني انت عشان تغلط فيا هديك بالاربعه دول في مراخيلك. ما عشان انت حرمه لو مديت عليك هموتك. عيب. هو جاب حاجات كويسه المره دي جيت اشتري، وقبل كده اشتريت دي منه من 6 سنين. شوف الوليه برضو الضلاليه. الله يرحمك يا تانت اوت، كانت تقول لي لفون بيفيان. ترجع تقول انهم فرديال ينفلديال النهار كله وتغني لي ده انتوا ايه لمقطرنا بقطران؟ ليه كده الغلط ده؟ بتغلط ليه يا ست؟ اغلط في مين؟ انا اغلط يا حرج؟ ده انت جننتيني لا دي يعني جننتيني خالص. تغلط فيا؟ ده انا اغلط فيك وفي اللي خلفوك كمان. انا مش هغلط فيك. وقرعه كمان. يا نهار ازرق. هنشوف فقره محمد حسين. تيجوا نبص بس نبص بس نبص بس نبص بس. انت يا محمد في سنة ايه؟ انا؟ انا مخلص كلية. ايه ده؟ هي اللي الحاجات اللي على العربية تفضل زي ما هي. ايه ده؟ دي ما بقتش عربية، دي بقت فترينة ملابس. حاجات ايه يا استاذ اللي انت حضرتك بتتكلم عليها؟ مين؟ عربيتي. وين بتبيع في الشارع؟ ببيع ايه؟ البضاعة دي بتاعت مين؟ بضاعة مين؟ ايه اللي بضاعة مين دي؟ الحاجة دي بتاعت الحاجة دي دلوقتي. يا حاجة دود ده. ايوه. مش دي حاجتك انت؟ حضرتك في حاجة قلتها لك ان ودي اليمين دي عشان فيها تحلب. وقلنا الف سلامة عليك. الشمال تحلب ودي اليمين عشان كنت بلعب رماية. رماية؟ انا بطلة رماية حضرتك. انا مش عارف 23 سنة. مش عارف مين؟ انا مش عارف لك حاجة. انت السباحة ولا في الرماية ولا في ايه بالظبط؟ انا في الاتنين كنت متفوقة جدا على فكرة. خلينا يعني في الحاجات اللي انت جبتها لي دي في عربيتي. جبت ايه حضرتك؟ الحاجات دي الاستاذ بيكلمني بيقول لي ايه الحاجات دي؟ ايه دي بتجي حاجاتك انت وانا اعمل الخير؟ انت تدوني شر. انا جبت الحاجات دي. تمام تمام. مين اللي جاب البلاطي اللي هناك دي والامسان والحاجات؟ انا اعرف. انا مش عارف. انا فين اساسا؟ انا مش فاهم في سيرك ولا في ايه بالظبط. انا بقول لحضرتك إيه حضرتك انت إيه؟ انت انت ايوه انت ذات نفسك انت. ايوه ايه قلتي لي اذا سمحت؟ انا مش سامعاك. قلتي لي اذا سمحت يا محمد ممكن تعدل لي الحاجه دي بعد ما اتعرفت على اسمي؟ ايوه. طيب خلاص انا خدمتك. انا قلت وكل حاجه. اما انا ما يعني انا هبلع عليكي؟ صدقني الحاجه دي بتاعه حضرتها وبتاعه الاستاذه ولا الانسه فريده. ما تتكلمي. مش انت مش تبعها. اتكلم اقول ايه؟ تقولي ايه؟ اكلمها صح يا بنت الحلال. اتكلمي. طب احنا بنقول دي ست كبيره مش عاقله. انت بقى انت ذات نفسك انت. دود كلامه صح. احنا دود مين يا بنت الحلال؟ ما تخلينيش اغلط فيها. دي ست كبيره دي ما بتسمعش. يا حاجه شيلي الحاجه دي احسن ما بصي كله في الشارع كله بره. لا ولا مثل ولا زفت. قولي لي لوفونت زياد يون في بان. يا سلام ده ملبس من بني ده ولا ايه؟ انت ست باي باي. يا سلام. اه والله متخلفه. انت ما تعرفش انا مين. انت ايه؟ انت الحاجه تحلب. انت بطله الرمايه. انت في مخك قطط والده. انت انسانه مش عاقله ابدا ابدا ابدا. انا؟ ايوه انت. لا انا احب اعرفك انا مين. عرفيني انت مين. بصي 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 بس هنصور قدام الفيس. بصي 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 بس هنصور غير ما تحس. طارق واسمه غريب جدا. اسمه طارق جمهورية يا باشا. قلت له نعم الجمهورية يا باشا. تعالوا نبص بس نبص بس. انا كنت انا والبت دي. تعالي بنت انت. البت دي بقى جابت حاجات ومغطاني في الحساب. حضرتك ايه؟ انا اسمي طارق. ايه؟ اسمي طارق جمهورية. بيقولوا لك جمهورية؟ اه يا حاج. ده حضرتك بألف جنيه. كويس؟ دول بألف جنيه؟ بألف. ودول
ب 800. يبقى 1800. طب دي فيها حساب بقى مظبطه؟ لا ما 1800 يعني حاجه مقفوله. يعني 1800؟ اه. طيب انت ليه بقى بتقولي لي 1850؟ انا اسمي وديده. ايه ده؟ وديده. اهلا وسهلا. يدلعوني يقولوا لي يا دده. اهلا وسهلا. دده حلوه، دده جميله، دده حلوه، دده جميله. يعني حضرتك اسمك طارق جمهوريه؟ اه اسمي طارق جمهوريه. اه بس انت على فكره عينيك مليانه طيبه. الله يخليك يا حاجه. ووشك فيه كم من الحنان. الله يكرمك. محدش يجي ناحيه اي حاجه من البضاعه المحطوطه دي. الله. في ايه ده؟ في ده دولاب ده ولا ايه؟ العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتي انا يا باشا. وقفت تبيع في الشارع؟ ما ببيعش، ده الحاجه بتاعت الست دي. بتاعت مين؟ بتاعتك. مش الحاجه دي بتاعتك؟ لا مش انا عايزك تبقى راجل كويس في كلامك. انا كويس. ما تغلطش. بس الحاجه دي بتاعتك، انت جيتي قلتي لي قالت لي اسندني سندتها، فبتقول لي انا غلطانه في الحساب، احسب لي الحسبه. انا جيت لك هنا وانت واقف ماسك تيشيرت تقول التيشيرت ب 4 جنيه. انا ما ببيعش هدوم، انا ببيع عيش. امال ايه اللي واقف يقول تيشيرت 4 جنيه؟ انا ما قلتش تيشيرت، سعادتك دي باينه، انت شايف حتى بتتكلم لا ازاي؟ لا حضرتك ما تغلطش فيا. لا ده انا بص انا يعني عشان انت ست كبيره مش هتكلم، انا جايب لك واحده زيك تمرمطك في الشارع. تمرمطني؟ اه تمرمطك. تمرمطني؟ اه والله. وتمسح بيك الارض. ليه؟ انا عملت لك ايه؟ انا دلوقتي انت بترمي بلاك عليا، انا قابلتك انت ست كبيره. أيوة. قابلتك كويس. كويس. وخدت من ايدك الحاجه، حسبت لك الحسبه. أيوة. جاي بتقولي الحاجه دي بتاعتي؟ ايوه ايوه. منين بتاعتي؟ ما تقول لي جدي وانت شكله وصوتك زيه. طب انت بتغلط فيا يا ريت. انت لسه فاكره شكل جدك؟ لما انا اختي الكبيره توفت عندها 163. 163 سنه؟ ايوه. هو انت عندك 200؟ بتتريق عليا؟ انا ما اتريقش يا ست، انت كبيره. ايوه. وانا ما كلمتكيش، انا قابلتك كويس. وايوه يا ست انت عاوزه ايه وايه طلباتك؟ ما تعيشيش بقى في الدور عليا. يعني انت ممكن تغلط فيا يعني؟ بقول لك ايه؟ ولا تقدر. انا اقدر. ولا تقدر. والله اقدر. ولا في بص انت عامله زي الكره الشراب. يعني الواحد مش عايز يعمل معاكي حاجه. عامله زي ايه؟ زي الكره الشراب. يعني زي الكره الشراب؟ بالظبط كده. طب اقول لك كلمه؟ اه قولي. تحب اقول الحاجه دي بتاعتي عشان تخلع من الحكايه؟ لا ما هي بتاعتك. يعني برضه حتى هو صدقهاش ان هي كدابه. طب شكلها كده كبيره وكدابه وناقصه. انا بعت لك حاجه؟ انا؟ اه؟ امال اللي لابسها ده من مين؟ انت لسه جايه بالشنط. ده من 6 اشهر حضرتك. من 6 اشهر؟ يعني انا كنت واقف هنا من 6 اشهر؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ بتلخبط ليه في الكلام؟ هرغبط. انت عاوزه ايه؟ ايه اللي عاوزه ايه؟ انا بصي والله العظيم اروح اجيب لك شويه نسوان يدوكي علقه. انا علقه. انا معايا ام محمد تقعد عليك لوحدك تفطسك. ام محمد تقعد عليا انا؟ تفطسك. تعالي قولي لها اي حاجه، ما تستعبطوش علينا. في ايه؟ قولوا اي حاجه. انت في ايه؟ انت متفقه اتفاقيه ولا جايه عاوزه ايه؟ مفيش حاجه يا فندم. انا امال ايه؟ كل الحكايه بكلمك منتهى الصدق. سيدي ايه؟ ما اكذبش عليك. بقول لك ايه، ما تعيشيش في الدور عليا بدل ما اقلب عليك والله افرمك بالعربيه. تفرم مين؟ افرمكم كلكم. ولا تقدر تعمل والله افرمك انت واللي هو في اي حد. ولا تقدر تعمل حاجه. بقول لك ايه، انا ببص انا مش عايز ايه. همد ايدي عليكي. الناس يقولوا ايه؟ تقدر؟ اه اقدر. ولا تقدر؟ والله العظيم اقدر. ولا تقدر؟ والله اقدر. الناس كلها هتعيبك. هيقولوا ست كبيره؟ هيقولوا ست مجنونه؟ لا. ست ضايعه منها؟